يا عربي كويه ولا تداويه لا تيبينا واحنا خاطيين وش قالوا فينا وش قالوا علينا وش قالوا فينا وش قالوا علينا وش حياكم الله وبياكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حصتكم وش قالوا تينان دائما مساكم ان شاء الله تليم قاع بخير وعلى خير. شجر اجب جا غوالا مزواع ساقي كنا عمي تبون انا ياسني وطن تفوت انا ياسني موقو ذكاء اصطناعي تشيي تيم زين جهدن مرحبا به وسهلا. نبدا بهذه المقوله اللي قالها عمي تبون لجواري اللي غضهم الحال في الحصاد. عمي تبون يقصف ولا يبالي. التنميه هو الشغل الشاغل نتاعنا، نحاولوا اليوم باش اقتصادنا يتقوى وبالاخص التغذيه نتاعنا، ننتج التغذيه نتاعنا ورانا في ابوابها وناس تهنينا لما شافوا الحمد لله الصحراء ولات خضراء ولات تجيب القمح. قال لك الذكاء الاصطناعي اذا كان الذكاء الاصطناعي وكني القمح والشعير مرحبا به. تحيه عمي تبون. تينان عمي تبون قام بزيارة إلى المدرسة العليا. أخويا العلم 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 العلم، كل شيء تخطيط، كل شيء تخطيط منه وهاك كانش هادي نتاع لا مجال للصدف. قام بزيارة رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي. أخويا المخاخ، حان الأوان، حان الأوان للاستثمار في الأدمغة الجزائرية. أخويا راه عندنا يا أخويا المخاخ، راهم في كامل العالم، ما عندكش أي مجال في أي جامعة أو أي مجال تلقى فيه إلا وتلقى فيه الجزائريين. عندنا الخشخاشيين أخويا، ولكن الآن بسياسة الحكيمة عمي تبون خويا لازم نجيبوهم، واللي راهم عندنا تاني نزيدو نعاونوهم ونوفو معاهم ونديرو يدينا في يديهم. تطور التطور اخويا الى الامام وتقدم في كامل المجالات، الطب، الصناعة، كلش في كلش عندنا فيه اخويا. اش غادي نقول لك، كما يكون في علمكم هذا الصرح العلمي يتربع على 87 هكتار اخويا. واه قولوا عاود 87 هكتار حبيبي. وي نعم فيه كامل التخصصات بينها الرياضيات والذكاء الاصطناعي. اخويا قال لك اخويا الى الامام، لازم نطوروا البلاد، لازم نحلوها، لازم نرفعوها عاليا. اللي راه برا مرحبا به، ونعرفوكم توجور الجزائر في قلوبكم وفي كما يقول التفكير نتاعكم. واللي راه هنا اخويا خدم طور اقرا، خاصك شي حاجه نجيبوها لك، واياكم تقولوا زعما تقطعوا ليا في شي حاجه. مادام عمي تبون هنا، مادام الجزائر واقفه برجالها، مادام التطور ان شاء الله سيحصل عاجلنا ام اجلا. وما ننساوش اني حاشوف الهدايا، طالب سيدي بالعباس يهدي رئيس الجمهوريه تبون طائره بدون طيار خويا. واه عنده براعه الاختراع الجزائر راهي مخاخه محمد. واش كانوا ادوا لنان عمي تبون راح يزور الجامعه مقانط الجزائر 87 هكتار زلان. قال له هناك ما غاوني لا شي قيت مخانخ، ما غاوني لا شي قيت خشخاشنز، غاشي لا شي قيت مكنانز، ايني غاكي لان. ايوا قفوس قفوس، انا سيتا محتاج لنا ويسنن شي طبيب مرحبا به، ويسنن شي قيتران ناس مرحبا به، ويسنن شي ايني لان، ايني غاكي لان غير غا غا غات 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 تيغري يمهدي نوتي لي ماجنا تخصمات تموج يمشي لحاجات
واش مرحبا بكم وسهلا انه نعمي زبون الله هوش انقص يلا هوش انقص فوز قفوز انا زيت تما شجنا سلم من غوا تسلم يزد غاسي قلنا يقنف قروش سيدي بالعباس شاش يوشو يوشا سيكت الطيارة قوانين بيدن غير ازنيت ازنيت ان ياسمنا ونغاشيشات اتكاكز سلم من غوا تسلم حاتم قريوين حاتم قريوين يتخمن هاي فاسني خدمن سلم من غوا تسلم الجزائر من العلا الى العلالي ان شاء الله ما دام عندنا افكار ولازم نطبقوها ونجسدوها في الواقع التينان هذا واش قالوا فينا واش قالوا علينا اش قالوا تينان يزيد اثنين ما غنوا لي الخبر حرياوات نناون لا يبدا الاحصاء العام الفلاحي غاوني لا شيء الدولات قالت تكا كاع بدنا تنتزن وغاوني لا شيء نزمعن باش نستغني لان وغاوني لا شيء نيكران غسي زاين غسيني لان اتنقيق اتناري مهزيني تناري نستغني لان نستغني انتسا هاي تاوينا منتا اي الاحصاء العام على مستوى القطر الجزائري اين غاكي لان المان ازماعن ناونتي زاين شجر قايني لان قايني تبعنا غاي فلاحس قداسن راهو تحسبن باش السنن اغني غير لان قدات واحد النغ باش السنن دقيقه غسات دي غساس تا ينتسى كل هين هاد الشيء و لان تموديس نغنا نعدلي تا موحش باش السن ان دقيق كما يقولوا تنسى النغ بامكاني يرسان هذا ولا غاوني لان وغاو نجيو شي حد حد قساس فوس فوس عاونت حسبت قايني لان ادارين اين راك لان شكي شخص كميتا هاد الشيء الحاج سي دي غساس باش ندي يسموح لان تاع شي حاجه الزنطه يتساد مين مهديني زعما انيني لراكز ما عند لراكيل ما انت سداك بن شوت شوت نقتسد داك بالعرف شي نقيع نغشايني تا لي شي اسيني ديت موعد تا انت سا اكلينا وجمول واحد قال لا اكاسن اش كعاون انت اختك سومات ميلات لا برا لا تعني جنة داك نضان سومات نقفوز قفوز انا ليا كاع غرسات كما كان في خبركم راه بدا الاحصاء العام الشامل في الجزائر في المجال الفلاحي وهذه الاستراتيجيه نتاع الدوله اللي خممت فيها على اساس انه نعرفوا الشرع عندنا في الدوله نتاعنا على قطر الوطني شوفوا كاع الشيء عندنا باش منا لقدام الى خاصتنا شي حاجه نعرفوا واش رانا مخصوصين اللي عنده شي خرفان اللي عنده شي جمال اللي عنده شي كاع في المجال الفلاحي راه دارت الجزائر لجان مختصه راهي انطلقت في الاحصاء العام ونتمنوا كاع من المواطنين كما يقولوا نتعاونوا مع بعضياتنا باش نعرفوا الدوله نتاعنا وين راهي باش نحطوا كما يقولوا نرساو على الصم كما يقولوا نحطوا كرعينا باش نعرفوا اش راه مخصوص وما راهش مخصوص. وعلى ذكر هذا الموضوع هذا نوجه واحد الرساله لاصحاب الاموال اصحاب دراهم اللي عندهم سوارزه ماذا بكم تخلوا دراهمكم خدموهم مش قاعدوش غير تكزنوا فيهم تحت الكارلاج وتحت يلا هذه الرساله هذه نوجهوها كاع الارباب المال اللي عندهم دراهم خدموهم الا ما خدمتوهمش في هذه الممهده اللي راه معنا الزعيم عمي تبون وين انت غادي تخدموهم خلي الدينار يطلع وخلي الاستثمار الجزائر راهي قاره ما شاء الله كل واحد يتوجه لاي مجال خدم دراهمك خلي الدراهم يدوروا خلي الدينار يطلع تقعد غير تكنز فيهم وفتاليا لا ماشي هكاك مادام راه دار لكم استراتيجيه راه عطاكم الافكار راه كاين المشاريع راه كاين في كل المجالات مرحبا بكم صحاب دراهم ما تخمموش ما كانش الافلاس ان شاء الله في الجزائر ان شاء الله الاستثمار دائما يكون رابح راه خمم لكم ان شاء الله راه الصحراء راهي واسعه يلا الخدمه هي الى العملي قوم غاول انت موزونين لا حازنت انت باقي شي غير غزوندل شوف اختي موزونينك هي قوسيت فيت انت البنك خدم نضات انت خدم زنا ويلي تي موزونين داو انت موزونين تسلم الغوا تسلم تي موزونين داو انت موزونين شكون قلت غير تفتي موزونين طرحت حازت انت قلك زمنك نخزو تنضلت انت خمل ميتغفرت إنه ون عميت بون شوفت تيموزنين ون
ضمن الله ان شاء الله بحول الله فوزك فوز انسي لي تيموزين نغاجنا انسي لي تحت المحتاجنا من هاد استخدمت بيدن من هاد تطورت موح من هاني انتسى هاد عدقت موح النغ هاد تيمون غينيغ فينا واش قالوا علينا هاد الخبر هذا اش قالوا باش يكون في علمكم الرئيس الايراني الرئيس الايراني الله يرحمه كان في موكب رئاسي في طائرة مروحية كما يقولوا هيليكوبتر كانوا هما ثلاثة ولكن الطائرة المروحية اللي كان على متنها الرئيس الإيراني الجمهورية الإسلامية الإيرانية مات رفقة طاقم اللي راه معاه من هذا المنبر هذا نعزوا إخواننا هما دام راهم كونتر لأخويا إسرائيل رانا معاهم إيران اتفاقيات راهم معنا راهم حبابنا وراهم دايرين يدنا في يدهم نعزوهم ونقول لهم عوضكم الله ان شاء الله ولله ما اعطى ولله ما اخذ وكل شيء عندهم بمقدار المساله هذه ظروف جويه ظروف اخرى العلم عند الله تحقيقاته ستفضي الى ما جرى معنا بشحال من ساعة وفتقدوا على الحدود الأذربيجانية شحال من ساعة باش لظروف الأمطار وكان الضباب وحتى ساعة الصباح الأولى باش لقاو المروحية المحطمة من هذا نقول لكم عظم الله أجركم الله يرحمه ما كغوني إلا الخبر رئيس إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية يدنات كان لي ولد كي قلنا مكان تادي مدو كالنس كان سيد شعط كان سيد شعط طيارات مروحية تنيقلا الرئيس انت دي مدو كالنس توضى اني تسير لان قعمتن انت دي مدو كالنس مرشد امام وزير امون اسنيني وقجناون تقع البركات ايرانيين رئيس نوني وقجناون البركات ويتجون بلا ربي يمهزيني سو داغيل انت سنت اني ضنين وسنسي كيشي تني قيل انت توضا انيني ايد حدي مودنين ان هاد الشيء وان السين اثنين وان نيشي يريدو والمكاين هو سيدي غسات ومنزا تغنغا اصلا مو قد حدي مودنين هاد الشيء عجيبا مو قد غيل ما كاكتينين امن جناد دا صيف دو وصيف دن شيء وين الا نوما جيبان سيدي غسات لله اعطى ولله ما اخذ والله يرحم اللي ماتوا وعظم الله اجركم الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه كتعينا فينا واش قالوا علينا قالوا اش قال هذه ماشي صلاه نتاع زعاقه هذه مساله حاره وقاسحه المغرب وحبيبتها إسرائيل الصهيونية التطبيع يسمو هذا والانبطاح باش يكون في علمكم راه صرا واحد الملتقى فيما يخص الماء في جزيرة بالي في اندونيسيا يا وراهم سينيما راهم كشفة قولي لي في ميزكم علاه انت في ميزك واحد جيعان ويروح يوكل برا واحد عطشان يروح يسقي برا المسألة ألا وهي اتفاقيات لإسرائيل بين صهيون إسرائيل والمغرب قولوا لي على واش على زراعة فاكهة الأفوكادو هذه الفاكهة هذه إسرائيل دارت واحد الاتفاقية مع واحد الشركة مغربية مخزنية باش يزرعوا هذه الفاكهة تما في المغرب هاد الفاكهة هادي باش يكون في علمكم تسحق الماء بزاف كيلو واحد من هاد الفاكهة هادي أقل شيء من 1000 لـ2000 لترة في الوقت تاع الجفاف تسهلكها باش تنتج كيلو واحد من هاد الأفوكادو مسألة التطبيع والانبطاح للعيون السود
وللعيون الخضر باش يرى الضوء احبابهم داروا معاهم اتفاقيه باش ينتجوه في المغرب ويصدروه لاوروبا. هاو انت راك ميت بالشر، انت راك كاتلك العطش، تروح دير اتفاقيات لهادو؟ والشعب نتاعك منين غادي تعطيه الماء؟ معنى بالكش بلي الشعب نتاعك اقل شيء الواحد يستهلك عنده 1000 متر مكعب في الماء البنادم عندكم سنويا. دروك راه عندكم من 600 غادي تنقص حتى ل 500 للفرد، يا وراكم في الفقر تاع الماء، راه كاتلكم الشر وغادي تموتوا بالعطش. الشعب المغربي هذه رساله ليك من عندي، الا راك صاحي بالك تقول ما خبرتنيش، غادي يكتلكم العطش من اللي قدام دابور، بعدا راكم في الفقيره، الدول الفقيره بالماء. على واش السياسه الهمجيه تاع المخزن يروح يجيب بني صهيون يدير معاهم اتفاقيه باش يغرسوا هذه الافوكادو ويصدروها للخارج، وراهي الفايده نتاعكم؟ ويو القحط غادي يحكمكم. شي يقولوا؟ يقول لك احنا ندخلوا اتفاقيات باش نمنعوا الجزائر باش تحل هلاك الحق نتاعها نتاع الماء اللي جاي في كما يقولوا الجنوب الغربي فيما يخص ميمون اضرار بالشار وبني والنيف، وانتم صدقوا على سيادكم، اسيادكم صدقوا عليهم الماء وتكتلوا شعبكم بالعطش، وتجي باش تهضر وتقول ما تستهلكش الحق تاع الماء. در عليك، روح صحى، روح فيق، روح عرف اش راك دير. التخمام راه عندكم ماشي من زيرو صغير، من زيرو الكبار، من صفر ونات الكبار. يا المخزن وين راك رايحة؟ الشعب خربط له والديه، العالم اوكل، راكم سينما على اللي يسوى واللي ما يسواش، وانتم اظن ما عندكم حتى حاجه اللي تسوى عليها. تاون غينيغ اي اللي يمشيني قاون تيمورا قبالي اندونيسيا، وادي لي قلنا واش جنا وين ولي نسيف وين اوطون تفوت تغمد نظر حاجه قنفاس نسنق فوس نوين بني صهيون اسرائيل فوين اينيتي هذا حنا كازن ديني اكتلي فاكهه تاع افوكادو غير كيلو سكاين شجرتو باش ادي وجد الا غاس اتسون 1000 متر مكعب باش تجوجني غير 2 كيلو. اثنين دي احباب من بني صهيون راه حنا دمود اتفاقيات كازنق المغرب باش الخشيش يجي وجد تزنن زعما غبرة اثنين امان لا تسانتن لا فودن تسلم غوا تسلم اماني غايا يعني دعوان سن جبيد ننسن وش نتني ام دو كنسن اي تطبيع الانبطاح امنيه نتني بني صهيون لا قاج فغنتي زمت لا فغنيه لا تيني غاسني تشي بيد المغرب حيريه واش سيادي غاساس ميكني ميجيف العطش سبتنا ونادي المخزن سلم الغوا تسلم كاس تاع تجما ونونا تزام سلا نطفاون شو جنانون لا فغنا وانت زمت حيريه واش ما غنوي لي الخبر سلم الغوا تسلم تاكوك غاينين اسنيني وقوم الجزائر اماني غاون جيني لان قطون تفويت النغشني ما كيتي لينا اجدايا مو كان يقول لها اضرار تيمي مونج بشاج بني والنيف الا جيني يقول واد ما كيتيني جيني زعما نستاوش شنين تيني انا زعما كني موسي ونمشي نشري ونسي ونمشي واش نخدم شي باش كني ما تنتوش مين بدو كانوا الحباب من بني صهيون تاكلتكم اماتكم ويا ايها المخزن اتينا كاس تجمع ونون اش قالوا في هذا القول فينا واش قالوا علينا لا سبته لا مليليا لا الصحراء الغربيه لا لاكوب حتى الغدوه وانا نضحك نقزع لا سبته لا مليليا لا صحراء لا لاكوب بيو 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 المشاكل المهمه ديجوهاش هرات بركان
هرات وبركان برر سر كشلي وهكا كديروا المشاكل ما تحشموش والله ما تحشموا ما عندكم حاجه اللي تحشموا بها زمالك مبروك عليك زمالك هذه في خاطر خواطر الزمالك لما يصرعي البركه عليك الزمالك احنا النيف في الحلالي الخريطه تر فر عينك شبر سر ليه القجع سر ليه انا نزعق هنا تجي انت بالخريطه واكل حقوق الناس تحيا الصحراء الغربيه وتجي باش تلعب هنا في الجزائر باش تقول هذه كاع ما تكونش عمرها ما تكون ليك المخزن هي مع مراك تجيك الجزائر تلعب معاهم ولم كانه الخبر مازال راه جاي الصوت الكبير مازال راه جايك يلا لا سبته لا مليليا لا الصحراء لا لاكوب تين تين تيريري تيريري تيريرا لقجع لاكوب داتها بولا زمالك ديروا المشاكل انتم اي حاجه تشاركوا فيها ديروا فيها المشاكل اي حاجه تديروا فيها تشوفوا فيها المشاكل اي فينال ديروا فيها المشاكل زعما يا تربحوا يا ديروا النش ها بصح منين راكم تحكموا في رواحتكم هنا في الكاف الكافره ديروا رايكم الخطره التاليه اللي فاتت انت بعدا ضربت الحاكم انت القجع واه ضربت الحاكم منين تحكم في روحك ما درت حتى حاجه ما داروها لك دروكاتك كذلك ضربتو بغى يضر الحكام ضربت ضربتو مع الامن تاع مصر ضربتو مسكينها حتى هذيك المخلوقه اللي كانت راه في جلاكوب صدمتو فيها وضربتوها بما حتى طاحت المخلوقه زعما يربحوا يديروا المشاكل حاجه اللي راكم فيها المشاكل اي مشاكل 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 ولم كاينه حقا كي تفكر باللي راكم مبشقلين ما كانش واحد فيكم راه في الوعي نقول اودي احسن العون كي نقول باللي حتى واحد ما راه في الوعي نتاعه نعرف باللي احسن العون الناس تنتج الخيرات اللي ينفعوا بها العباد والبلاد وانتم ما بغيتوا كاع تزطلوا العالم عندكم كانش انتاج قناب الهندي ولا الحشيش ما تحشموش والله ما تحشموا عيب وعار وين ما تروحوا ديروا المشاكل حشموا شويه على اعراضكم الا عندكم شي حاجه اللي تحشموا عليها الدبزات شقلوا ضرب ضرب كذا منا هيا دروك بغيتي تشكو بغيتي تشكو روح شكي روح شكي تحوسوا زعما تربعوا دراع والله ما تقول لكم ها العيب ربحت شارع بحتى القجع قجوعي تربح العيب ما كعون الله انني تنبعك في الزمالك بين لكم تسنغانيني والطنج فويت وبدرين سبساو ليليا وبين الصحراء الغربيه وبين لاكوب اكت واسنسكي رقجع سر ليه اكت واتبي سلم امكان يقلان تسغمودن تسغمود اي من غان سكون يا تنبين يا جمودني من غان لا تصيفط بسيطه وين وناديني كينغ ماسر اي مسكين هاي المخلوق قايش كلا سوسي لا كبلا سوسي طافو اسفن دسنا كمويا السودان السكون اشوش انت غاي تحت الى ربيض السكون انشين من غاني يجيني يكن ايني قلا اي من غان سلم الغوتل ولم كأنه يمهزين نياز السنغ باللي كلهم لاش ناس مام جوزيزا واجغمن اثنين ياني غير تمسي بيدني كرزنيني نفعن بيدني لو شنتغيل العفيون جوزيزا لكيف يمهزيني وني النيغا سما ما تسلم حاليا وتايد العفيون مي من النيغا زيزا واتسلم بلي هاد الكيف تسلم الغوا تسلم واسنت لي كيس الحاج الصحراء الغربيه تلاقي مكانس ويخص نشيل الارض دم الكفاح والجهاد يدخلوها ماشي غير يرسموها ويستعمروها بالتريكويات سمعتوا اللي بغى يدخل شي بلاصه التحرير ياتي بالنفس والنافيس ماشي زعما درتوها على تريكويات تاعكم صبحتوا اللي رقد بالتريكو يحسب روحها صايره في وسط الصحراء الغربيه هي العيب 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 القجع ربحت غير العيب القجع سر لي اين اللي ما يحشم المشاكل
بصح مزيه كي راك تحكم فيها في افريقيا كلها كلها كتبيك تجي ساغيتي لاربيط اني بك تنقرتو عنا وتيبي راح يجي ساغيتي لاربيط يمهزيني انت لا في كل شيء واش مودني ولا ديك نبيك تولا تما تيم تحتيني ديني كي تحت مويا قصطاد مصر تسنغنيني تسنغنيني اين يجيني ولا لا 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 جون اتمن غنيني هذا اش قالوا فينا واش قالوا علينا اش قالوا خونا ابو نجاح نتمناو له ان شاء الله مشوار قادم ان شاء الله مليء بالنجاحات اينما ذهب كما يكون في على بالكم بو نجاح راهي انتهت المسيره نتاعه مع السد القطري وكان هو الهداف التاريخي للسد والهداف التاريخي ل كما يقولوا الدوري القطري 222 هدف و150 هدف للسد اخويا بو نجاح روح راك ناجح ان شاء الله راك حمرت لنا الوجه الحق نتاع ربي راك قعدت في قلوبهم نتاع القطر ولمكانه هذه هي الدنيا نتمنوا لك المشوار ان شاء الله زاهر اينما روحت نتمنوا لك غير التوفيق والنجاح ان شاء الله كامل كاع اللاعبين تاع الجزائر وين ما كانوا كاع نطلبوا لهم النجاح ان شاء الله اي حاجه نجاح لاي فرد جزائري راه نجاح للجزائر راك رفدت الرايه في قطر وراك حمرت لنا الوجوه تما وان شاء الله بحول الله الله يعطيك الخير والخمير ان شاء الله والنجاح لقدام ما كعوني لا الخبر وني نتي النات غير النات كما زيمو غلي قلنا اكتور على غيرا بو نجاح تسلمي كلا يتور على اسد قطر قطر يسواسن 150 هدف تسمى الهداف عام زواع كاع يسني السون يسد القطري 222 كاع عايز عام زواع كاع البطوله من قطر اللي حد انت عام زواع ايوا لا يفرسيني قال يجي كيس تزمت تسنغانيني اسنيني اكل يشرب بالخير سلت نغولو تزمت لا تعزم ان شاء الله شو جنا يا لا جنا ان شاء الله بونجاح سلت نغوالو اش كيحفظ ربي شتو سيد انا اجنا كاع بدلا سدوع عنشك قيماش نقول نسن ولا مكاينه اجوني تا مويا يك نهار دادي يك نهار امن تحيه كبيره لبونجاح والى هنا ينتهي لقائي بكم محييكم تحيه كبيره وكما العوده والعاده لازم نقولوا تحية كبيرة لعمي تبون الله يحفظه والله يستره والله ينجحه إن شاء الله والله يعطيه غير البطانة الصالحة اللي تعطيه إن شاء الله التخطيط الزين وتنفذ كما يقولوا قاع التخطيطات تحية كبيرة للحكومة الجزائرية كاملة قاطبة الولات كذلك أينما كانوا ربي يعاونكم إن شاء الله بحول الله وقدرته وما ننسوش زعامة تاعنا الشبيبة تاعنا الجيش الوطني الشعبي تحية كبيرة من الحدود للحدود على المستوى القارة الجزائرية الله يكون معكم والله يسد خطاكم واللي تحكك عليكم ان شاء الله الله يجيبها لها في الراس ان شاء الله يا ربي شرطه تحيه كبيره الله يحفظكم راكم منشطين الحاله الدرك الوطني كذلك وامثل تحيه كبيره الله يحفظكم والله يستركم والله يوفقكم ان شاء الله يا ربي الحمايه المدنيه الاطباء اينما كانوا كاع نوجه لهم تحيه نقول لهم ربي يوفقكم ان شاء الله وما ننساوش كذلك الائمه تاعنا هاو الائمه ما ننساوهم هاو ربي يحفظكم والله يستركم ان شاء الله بحول الله وقدرته والى كامل الشعب الجزائري والى اي مواطن جزائري على مستوى الكره الارضيه نقول لكم تحيه كبيره لكم نبغيكم ونموت عليكم والانوان دائما راهي معاكم وتقول لكم من استديوهاتها بوهران دمتم في رعايه الله وحفظه والى لقاء قريب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع السلامه. يا عربي كويه ولا الدوي التي بينا وحنا خاطئين وش كانوا فينا وش كانوا علينا وش كانوا